اترابطه بالحب اللي موجود. اللي بيشز عن الموضوع دوت يكون له انتماء حتى النادي، بيشز بيبان للناس كلها، لكن الترابط والحب ده هو ده السبب الرئيسي في اي انجازات وفي اي توفيق من الله سبحانه وتعالى، لانه عارف صدق مشاعر المجموعه دي او مجموعه العمل دي او مجموعه الحب دي. فالحقيقه مؤمن ده حقه على النادي الاهلي، هو مش بس موقف انساني، لا ده حقه، لانه مؤمن كان ليه عقد مع النادي الاهلي. وكمان عايز اقول لك حاجه، يمكن اتاخرت شويه وبرضه طلع بعض الناس اللي يعني واخدينها فرصه يهاجموا النادي الاهلي، يعني احنا النادي الاهلي دايما الشق او المراجعه الماليه للجهه الاداريه على كل المنشات الرياضيه وكل الهيئات الرياضيه وكل الانديه والاتحادات وكل حاجه. احنا نفس المؤمن في عقد 3 سنين، لكن ما نقدرش ناخد القرار ده الا بعد موافقه صريحه وواضحه من الجهه الاداريه. اشتغلنا على الموافقه دي، خدت فتره زمنيه لغايه ما بقى في موافقه، او ما في موافقه عقد مؤمن بالكامل اللي هو 3 سنين بالكامل. لازم يكون المؤمن كويس. دي مش ظرف انساني، لا هو ده حق المؤمن ومؤمن وغيره كمان. فنتمنى يكون دي هي دي الروح اللي المفروض تسود، يعني تستمر باذن الله في النادي الاهلي مع كل من ينتمي للنادينا العظيم. الزياره اللي قمت فيها اليوم شو انطباعك عنها؟ والله بص يا شباب، انا الحقيقه مش بس النهارده، يعني انا متاثر جدا جدا بموضوع مؤمن، لانه انا شفت واحد من اميز اللعيبه اللي ممكن تكون مرت، انه يعرف ياخد مكان في الملعب كويس جوه ال 18 على الجول، دايما متوقع صح ودايما بيقف في اماكن سليمه. عشان كده مؤمن هداف اهداف مميز. مؤمن مثلا انا كنت النهارده قلت له الكلام ده، في جول من الجوال الصعبه جدا وما يجيبوش الا واحد ربنا انعم عليه بموهبه كبيره، جون مؤمن في الوداد، في نادي الوداد الشقيق يعني في المغرب. كوره من الحاجات الصعبه، لان هو ماشي بعرض الملعب كده وبعدين اتبسط له فبيسندها برجله اليمين فعليت، وقبل ما تنزل قضى عملها برجله الشمال. حاجه من الحاجات اللي يعني مميزه، ما يعني بتعملش كتير، يعني نادر تشوفها. فمؤمن بالخفيه دي وبالاداء ده وبالسرعات دي وبالتميز ده، لما تلاقيه عنده ظرف طبي او مرض او مرضي يعني يخليه يعني حركته قليله، لازم تشوف المنظر دوت وبعدين تشوف فربنا يا رب يشفيه باذن الله. ومؤمن اعتقد ان هو دلوقتي في اتجاه ان شاء الله، بنسعى دايما لحاجه في اتجاه في انجلترا باذن الله، ان في حد ممكن يكون عنده الحاله دي ووصى يعني. ودكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه وعضو مجلس اداره السابق معانا، انا كلمته النهارده الحقيقه وقلت له تكفل بالموضوع مع كابتن مؤمن، وهو اوريدي مدرب المنتخب بيسعى له في الموضوع. كل الناس بتساعد، واتمنى كل الناس تساعد في مثل هذه الحالات، وفي النهايه ناصر ليه ان شاء الله يكون حاجه مفيده للاعب يعني.